الأصول الثابتة ده أصل ملموس زي الآلة، السيارة، المباني، تحتفظ بيه المنشأة عشان تستخدمه في الإنتاج أو بتأجره أحيانا أو بتستخدمه في أغراض إدارية. طبعا الأصل الثابت مدته بتبقى فترة محاسبية طويلة تزيد عن الفترة المحاسبية السنة، لأن لو سنة يبقى أصول متداولة، ده أصول إيه؟ ثابتة. طب في موارد طبيعية، مناجم آبار، غابات أشجار، مناجم ذهب، دي تعتبر أصول برضك إيه؟ ثابتة، بس دي بتنفذ ليها استهلاك، أما الأولانية الملموسة دي بتهلك ليها إهلاك. وفي نوع ثالث من الأصول اللي هو الغير ملموس، أصل ثابت أنا ما بلمسوش، زي الشهرة لما أجي أقول لك كلمة نوكيا، مرسيدس، بي إم، دي كلها أصول إيه؟ معروفة إنها أصول ثابتة بس ليها اسم شهرة غير ملموس. طب هي الشهرة بس؟ لأ، في حق اختراع، حق تأليف، علامة تجارية، حقوق امتياز، حقوق انتفاع، كل دي أنواع من أنواع الأصول الثابتة. عشان إحنا كده هنتكلم في الفصل الـ13 اللي هو إجراءات مراجعة الأصول الثابتة. إجراءات بقى مراجعة الأصول المتداولة، برضك نمرة 1، ما ننساش أول خطوة لمراجعة الأصول الثابتة، أنا آسف، اختبار نظام الرقابة الداخلية على الأصول الثابتة. يبقى دي أول خطوة، نختبر نظام الرقابة الداخلية. وبعد كده عايز تقول فيها في مراجعة حسابية، مراجعة مستندية، مراجعة فنية، ماشي، لكن أول خطوة لازم يكون إيه؟ لازم اختبار نظام الرقابة الداخلية. بنتعرف على سلطات اعتماد الشراء، براعي وجود سجل منتظم، في جرد منتظم، دفاتر منتظمة، مطابقة الدفاتر، أرقام مسلسلة في الدفاتر، كل الكلام دوت لازم اللي احنا قلناه يتكرر مع الأصول الإيه؟ السبب. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي بنقول التحقق من الدقة الحسابية، أهو مراجعة حسابية. وبعدين 3، التأكد من الوجود والملكية القانونية للأصل. ما اجيش اقول لك انا عندي أرض، عندي مبنى، طب موجودة ولا مش موجودة؟ طب ما ممكن يكون المبنى ده مش بتاعي، فين ملكيته؟ فين سند الملكية؟ فين التسجيل في الشهر العقاري؟ كل دي إجراءات. طب في أصل وأنا ضفت له مراجعة إضافات، يبقى لازم أشوف الإضافات اللي تمت على الأصل. طب في استبعادات تمت، إيه الاستبعادات اللي تمت؟ طب في أصول عشان مشغولات داخلية، الشركة بتستخدم الأصول مشغولات داخلية مش لغرض البيع أو مشروعات تحت التنفيذ، كل ده لازم يتاخد في الحساب. وطبعا لما بنيجي نحسب أحيانا الإهلاك الأصل الثابت، نقول الإهلاك يساوي الأصل ناقص القيمة التخريجية على العمر الافتراضي أو العمر الإنتاجي. يبقى هنا لو بصينا في جيم 4 هتلاقي ايه؟ فحص اوامر تخريب الاصول او اي مستند خاص بعملية الايه؟ التخريب. يبقى لازم في خطوة 6 كشف تحليلي بالتغيرات التي طرأت على الاصول، الاصول دي اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ عمرها الافتراضي زي ما هو ولا زاد ولا نقص؟ طب قيمتها التخريجية هتزيد ولا هتنقص؟ كل الامور دي لازم تتاخد في الحسبان لما نيجي نحسب الكلام دوت عشان نقدر نحسب قيمة الأصل بشكل سليم. في نقطة طبعا مهمة جدا لما نيجي نتحقق من صحة تقييم الأصول، لازم أفرق بين المصروف الإيراجي والمصروف الرأسمالي. لو أنا بصرف مصروفات صيانة، بغير السير، بغير الزيت للأصل، دي مصروفات عادية بتبان في قائمة الدخل. لكن لو بغير في قيمة الأصل أو شكل الأصل، شلت ماتور قديم وحطيت ماتور جديد، ده اسمه مصروف رأس مالي، مصروف رأس مالي. عشان كده الأصول المشتراة يجب الرجوع إلى عقود الشراء، نشوف عقود الشراء بتاعتها وتواريخها، إيه الأجزاء اللي تم استبعادها وتم التصرف فيها بالبيع أو الاستبدال. لازم أدقق في حساب الإهلاك بشكل سليم والقواعد المحاسبية المتعارف عليها لحساب الإهلاك. يجب على المراجع انه يعمل ملخص تحليلي لمجمع الاهلاك للبنود الرئيسية اللي هيبتدي يشتغل فيها عشان يقدر يميز بين المصروف الرأسمالي اللي هو بص حضرتك تحت، المصروف الرأسمالي التي تنفق في سبيل الحصول على الاصول التي لها صفة الدوام، اما المصروف الايراجي ينفق في سبيل القيام باعمال المنشأة العادية اللي هي اعمال الصيانة العادية.
كذلك في نقطة مهمة، التحقق من أي حقوق للغير على الأصول، يعني براجع عقارات يحصل مراجع على شهادة من مصلحة الشهر العقاري تفيد أو كافية تبين لي إن مين صاحب العقار، هل الشركة اللي أنا براجعها هي صاحبة العقار، ولا العقار ده مرهون للغير، ولا بتاع ناس تانية. لازم الأمور دي تكون واضحة جدا وإحنا بنشوف هذا الكلام، عشان كده لازم نحصل على شهادات معتمدة من الغير ضمانا لعدم وجود أي رهن أو حقوق للغير على تلك الأصول الثابتة الأخرى. وطبعا الأصول أحيانا بيبقى متأمن عليها، فلازم نبص لوثائق التأمين ونشوف وثائق التأمين دي وضعها إيه، زي المبنى اللي كنا مأمنين عليه في مراجعة الإيه الإيرادات ب 400 ألف، وشلنا 80 ألف بقى 320، وقلنا هتروح شوية رأس مالي غير قابل للتوزيع مش إيرادات أخرى. ولازم نفحص عقود الشراء فحص دقيق، وإذا كان في عقود تأجيرية لازم تفحص فحص دقيق. آخر حاجة بقى بتهمنا إننا نتحقق من سلامة عرض الأصول الثابتة بالتكلفة الأصلية، ونشيل منها مجمع إهلاك في قائمة المركز المالي، وده وفقا لنص المعيار المصري 1 من معايير المحاسبة، معيار عرض قائمة مالية، أو المعايير الدولية بنفس الكلام اللي هو المعيار رقم 1 في المعايير الدولية. وإحنا اتفقنا بنطبق الإجراءات ديت، الكلام ده بيتطبق على الأراضي، مباني، آلات، عدد، أدوات صغيرة، أساس، أصول ثابتة ملموسة. قامت إحدى الشركات بتشييد مبنى بنفسها، بلغت تكلفة التشييد 400 ألف، تكلفة مباشرة من مواد وأجور ومصروفات، ومصروفات غير مباشرة ب 100 ألف، يعني كأن المبنى وقف علينا تكلفته مواد مباشرة، أجور مباشرة، ومصروفات غير مباشرة 400 و100 و500 ألف. المنشأة كان لديها عرض من أحد المقاولين إنه يعمل لنا هذا المبنى، يشيد لنا هذا المبنى ب 440 ألف، يا بلاش إحنا كنا هنكلف كده 500، إلا إن المنشأة رفضت هذا العرض وقامت ببناء هذا المبنى. دور المراجع في قياس التكلفة، تعال نفكر فيها كده، المنشأة اتحملت كام؟ 400 ألف زائد 100 ألف، يعني اتحملت 500 ألف جنيه. طيب لو المقاول كان بناها، المقاول اللي كان عايز او الشركة اللي كان عايزة تشيدها لنا كانت بكام؟ 440 الف، يعني احنا تحملنا زيادة تعتبر قصارى، احنا تحملناها بكام؟ ب 60 الف. يبقى لما نيجي نعمل التوجيه المحاسبي، القيد المحاسبي، التحقق من التوجيه، هنقول من حساب المباني 440 الف، و60 الف من حساب خسارة إلى حساب 500 ألف، اللي هي هتبقى تكلفة المواد اللي احنا حطيناها مواد وأجور ومصروفات مباشرة وغير مباشرة. التمرين التالي عفوا، قامت شركة تونالكو بشراء آلة ب 520 ألف، قدر العمر الافتراضي ليها ب 8 سنوات، تصبح بعدها خردة ب 40 ألف، وحسبت إهلاك لمدة 5 سنوات، خدوا بالكم من 5 سنوات. في 1/1/2010، يعني بعد 5 سنين، في بداية السنة السادسة، قامت الشركة بإعادة تأجير العمر الافتراضي للآلة ليصبح 10 سنوات، يعني بدل ما كان 8 بقى كام؟ بقى 10، يعني زاد سنتين، والخردة طبعا زادت مع مرور الوقت، بدل 40 ألف بقت 45 ألف. ابدي رأيك الفني كمراجع لتلك الشركة في المعالجة المقترحة للإهلاك. هنا حصل إعادة تأجير لعمر الأصل قبل ما تيجي السنة الثامنة. يبقى خطوات الحل 4 خطوات. في الخطوة الأولى بنحسب الإهلاك السنوي العادي في البداية. الإهلاك يساوي تكلفة الأصل ناقص القردة على العمر الافتراضي. الأصل ب 520 ناقص 40 خردة على 8 سنوات. هيطلع 60 ألف جنيه. الخطوة الثانية مجمع إهلاك لمدة 5 سنوات، 60 ألف في 5 يساوي 300 ألف جنيه. الخطوة الثالثة صافي قيمة الأصل اللي باقي من الأصل، القيمة الدفترية، يساوي 520 تكلفة الأصل ناقص مجمع الإهلاك 300 ألف، يبقى 220 ألف. الخطوة الرابعة والأخيرة هنقدر نقول الإهلاك للسنة السادسة،
اللي هي سنة 2010 هيساوي تكلفة الأصل ناقص القرض على العمر الافتراضي. تكلفة الأصل من الخطوة الثالثة بقى 220 ناقص القرضة بقت 45. العمر الافتراضي كام سنة؟ احنا حسبنا 5 في الخطوة الثانية، وانا بقى عندي 10، يبقى ناقص كام سنة؟ ناقص 5 سنين. يبقى هنقول 220 ناقص الإهلاك 45، القرضة 45 على إيه؟ على 5 سنوات، هيساوي 35,000 جنيه. يبقى قيد التوجيه المحاسبي من حساب الإهلاك إلى حساب مخصص أو مجمع الإهلاك ب35,000 جنيه. طب يا ترى العملية دي تأثر على القوائم المالية؟ طبعًا، قائمة الدخل لسنة 2010 هتبان بكام؟ هتبان ب35,000 مصروف إهلاك. طب وقائمة المركز المالي؟ هيبان الأصل هالة 520,000 ناقص مجمع الإهلاك. طب مجمع الإهلاك بكام في ال6 سنين؟ مجمع الإهلاك في الخطوة الثانية كان ب300,000، ده مجمع إهلاك، دول 5 سنين، والسنة السادسة ب35,000، يبقى 335,000 ناقص كام؟ 520، يبقى 520 ناقص 335,000 هيساوي 185,000 جنيه، ده صافي قيمة الآلة في السنة السادسة. كده حلينا التمرين أو السؤال رقم 9. نقول كمان مرة، المحلال هو نقص القيمة السوقية للأصل عن قيمته الدفترية. يعني لو أنا مسكت الأصل ألف، ركزوا معايا، قيمته الدفترية ب200,000، دي هركنها على جنب كده الناحية اليمين، تعالى الناحية الشمال، صافي القيمة البيعية 180 ناقص 14 يبقى 166,000، قيمة استخدامية 220,000. القاعدة بتقول لك إيه؟ بتقول لك خد يا إما صافي القيمة البيعية يا القيمة الاستخدامية، أيهما أكبر؟ مين أكبر قدام عينك أهوت؟ الـ 220. هنقارن الـ 220 القيمة الاستخدامية بالقيمة الدفترية، يبقى الـ 200 مع الـ 220، لو القيمة الاستخدامية أكبر يبقى مفيش استحلال، لأن الاستحلال بيقول لك هو نقص القيمة إيه؟ السوقية عن القيمة الدفترية. طب تعالى نطبقها مرة كمان، الأصل به قيمته بكام؟ ب150، دي التكلفة على جنب. هنقارن القيمة البيعية بالقيمة الاستخدامية، القيمة البيعية 135 ناقص 15، هنا في صفر زيادة، 135 ناقص 15 هتطلع ب120، والقيمة الاستخدامية 105. طب ناخد ال 120 ولا ال 105؟ لا، هناخد ايهما اكبر، يبقى هناخد ال 120. جميل، يبقى عندنا كده القيمه البيعيه ب 120 بس الاصل قيمته كام؟ 150. ده الاصل كده كنت قلت القيمه البيعيه ب 120 لكن هو في الدفاتر ب 150، يبقى هنا في خساره اضمحلال مقدارها 30,000 جنيه، في خسارة المحلال مقدارها 30,000 جنيه، وهكذا الأصل جيم. الحالة اللي قدام حضراتكم، اشترت إحدى الشركات براءة اختراع وترخيص وحقوق طبع 3 أصول غير ملموسة ثابتة كمجموعة واحدة ب3 مليون جنيه. القيمة العادلة اللي هو الفير فاليو، الأصل الأولاني براءة الاختراع 1,875,000، والأصل الثاني 1,125,000، والأصل الثالث التراخيص 750,000. بصفتك مراجع حدد تكلفة كل أصل في الدفاتر، كل أصل كان متسجل في الدفاتر بكام؟ لأن القيمة العادلة دي قيمة السوق دلوقتي، هو كام بكام؟ فبنيجي نقول نعمل كده جدول صغير بسيط مع بعض، نوع الأصل اللي عند حضرتك أول خانة، الأصل بتاعنا أول نوع كان اسمه إيه؟ براءة اختراع، تاني نوع الأصل الثاني براءة اختراع ترخيص حقوق طبع،
يبقى ده أول عمود. تاني عمود هنحط القيم اللي عندنا اللي هي القيمة العادلة، ده اللي عندي في التمرين. 1,875,000 الأولاني، التاني 1,125,000، التالت 750. اجمع دول رأسي هيطلعوا 3,750,000، ده مجموع القيمة العادلة. هنجيب النسبة، نسبة التوزيع، هنقسم كل قيمة عادلة لوحدها على مجموع القيمة العادلة. يعني بالنسبة للبراءة الاختراع هيبقى 1,875، 1,875,000 على المجموع اللي احنا جبناه 3,750,000، هتطلع 50%. طب تعالى للترخيص، 1,125,000 على 3,750,000، هتطلع 30%. طب التالت حق الطبع، 750,000 على مجموعهم 3,750,000، هتطلع 20%. يبقى نسبة التوزيع بتاعت التكلفة الدفترية، تكلفة الأصل، 50% ل 30% ل 20% بالترتيب. طب أنا عندي تكلفة الأصل كانت كام؟ 3 مليون. يبقى هنضرب 3 مليون في كل نسبة. العمود الأخير، 3 مليون في 50%، يبقى براءة الاختراع كانت بمليون 500. دلوقتي قيمتها العادلة 1,875,000. طب الأصل التالي، الترخيص، هاخد التلاتة مليون في 30%، هيطلع 900,000. طب الأصل التالت، 3 مليون في 20%، هيطلع 600,000. يبقى العمود الأخير 1,500,900,600، نيجي نجمعهم نلاقيهم 3 مليون. يبقى دي تمثل تكلفة كل أصل من الأصول. أما القيم اللي قدام حضرتك على الشاشة دي القيم الجديدة اللي هي تمثل براءة الإيه؟ براءة الاختراع. براءة الاختراع.